مؤسسة إبراهيم إسحاق للملاحات الزراعية والطاقات الشمسية الطاسات زيرانتك قوة القوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم 21/1/2020. هذا الدقائق الأولى لبداية دفع ماء الماء في مشروع الشيخ علي أحمد حسين الصوفي. هذا المضخة تعمل بالطاقة الشمسية. والتي قامت بتركيبها مؤسسة إبراهيم إسحاق بقدرة 30 كيلو كما تشاهدون. أكثر كم هنش كم ستر هذا هنش عمل 5 لتر بالدقيقة يقدر ب500 يعني رضخ الماء يقدر ب500 لتر بالدقيقة. ما شاء الله جريت الجرش العليا.